وقتي وعن أو نعكسن داوديا شهودي نجد داوتاي دمانتين كسر وهذا أخبارات كيو جدا بيه حالات دا وقتي جن بوجي إن يوتيوب كات كدا وتان إن قصة بير فضل ناس حابت أنا كم إن قصة سبسكرايب تنا دا وذا نجي اللابين وربحنا أد حساسي وهاي ينقصه أي ينقصه وذاي موسى بيحي وحال فيلا يا إنه مجال دا أدي سبب كدجو كجد المركي أبي أحمد وكو أمري إنه هالكاسي الصفرة سدوا كلاتنا وحن إيجي دونا أما أنكو بلاب دونا با أحمد مدوبي أو عبسي كقادي عيدا كه قبل كه جد لو جتوا برايو إسقوا إيمين كسيتوا صوصو فرجين يو قبل كاس فلان داوده أن إن الله سعيلا يرماتك أنكو هري وربحين تاس وجميع مملكة جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدو بأي سي وين كجا عبسي قبا عيدا ما لغو توبرا يو ديق مدى بار دير قبل كجدو حل دوان هل كاس او قراح كد عيدا او لغو هولانا أبابو الكا هول قل لغو حرين يو ديق مدى بقا لأي عاسمة الرسمي جبلان او أحرون تو قبل كجبا دا حيو أي شباب مامولان وحا مال مهان سيابك لدمن لوغا هل عيدا توبر لغا فري مغالا دا بار دير قبل كجدو سياسيين تا أبابو شي عيدان كاسو إيهو قامينيان سنتر عبد الله إسماعيل فرتاج إيهو سيركي هوري أمانك جبلان عبد الرشيد حسن عبد النور جنان أيه كدو دي عيدان كان أويهي ميد شباب لوغا سارة يو ديغا ندهي كجوغان قبل كجدو إيه سيدو كالاقو جبادة دحي سنتر عبد الفرتاج أيه شاقين عيدان كان أيهين كوبال لوغا جواب أيه باقي مدحنا الصومالي حسن شاق محمود إيه لدقالن كشباب بلسي أحمد مذوبي إمام الكوه قامي جبلان مسؤولين تكلا يكتل سنوحي درنسيهين إن سواب تفرتاج يا عبد الرشيد جنن أي عيدان كوغوتو بريان بار دير أي تهين يكول الدقال لمان أحمد مذوبي سيدو كلايتانا أي كوهر مران أو أي شباب كحوريستان ديق مدى بؤالي أي عاسمة جبلان سي اوهان تيان أود مام الكاسي هالكاسنا يوغو قبتان دور شع الصوب أو لغو دورانا يمدحينها مام الكجبلان مدحنا جمهورية فدرالك سوماليا مركي لودورتي مدحتني مدى دلك وحا اوحو قصاري دقالك كردنك الشباب وحانا دين عيبادن اي هاد اسكود ديان اني كل دارتان مدحينا حسن شيخ هول قلك كردنك الشباب يغو دانك لكاله وحانا لأمين سيهي ان عيدنك لغو توبرا يبار ديري وجيت كودو بوين اوياهي ان لغو لدقال لما احمد مدوبي ازبد المامولن اللاغو هرسيودا كسمايو بلسسراكيش عيدنك كو توبرا يسا دقمد بار ديري قبل كقدو وحي شيغن ان عيدنك ان ايهين كوبا كابد نقونا يدراويش تمامولك جبلان او لغو ديارن يدقمد بار ديري سي اي شباب ولدقال لماان مر لويدي ان عيدنك سي كو لدقال لما يان احمد مدوبي شيغن ان عيدنك ان ايهين عيدن جبلان سلمركان جبلان aysan kaliya ku koobnayn kismaayo ay tahay maamul ballaaran oo ka kooban saddex gobol oo kala ah jubada dhexe jubada hoose iyo gedo oo hadda uusan ka arimin maamulka axmed madoobe marka laga reebo ceelwaaq senator fartaago ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in gobolka gedo oo jubaland ka mid ah aysan joogin ciidamo kuwa jubaland ah isla markaana ay doonayaan in iminka ay ciidamo hoostaga maamulka jubaland ka sameeyaan degmooyinka gobolka gedo jubaland ayuu sheegay in ay tahay 17 degmo 7 degmo oo ka mid ahna ay ku taalo gobolka gedo oo ay xor ka yihiin gacanta shabaab 17 degmo marka 3 degmo laga jaro inta kale ee soo hartay 14 degmo oo 7 ee shabaab haystaan todobada degmo ee xorta ah ee ka tirsan gobolka gedo ayuu sheegay inaanay ka hulgelin ciidanka daraawishta jubaland sidaas darteed ay ka fureen xeerya lagu toobaro ciidanka si halkaas lagu diyaariyo cutubyo cusub oo ka mid noqonaya ciidanka daraawishta jubaland senator abdullahi sheekh cismaan فرتاج يا بيني إن عيدا كان لغوتو برايو بار دير اللي قال ياهي وجيدوين سياسادين وجيدكو أغوين عيدا كان أيو شاقين وياهي إن شباب لغولاد دقال لما أي نحو جيان هور مركا إي نبت قليد جبلان مامولك جبلان أيا شاكي كموجي عيدا كان بار دير بلس مسؤولين كترسن مامولك جبلان أيا شاقين عيدا كان لغل ياهي دنا سياسادين وسيرك أمنيك مامولك جبلان جنرال يوسف رومال aya waxa uu sheegay in aysan jirin ciidamo maamulka Jubaland oo ka warqaba oo lagu toobarayo baar dheer balse ay wataan qorshaha siyaasiyiin leh dana gaar ah oo ay kula dagaalamayaan Axmed Madobe ciidankaasi ay u sheegay in aanay wax xog ah ka helin isla markaana ciidanka federaalka iyo kuwa Jubalandba aysan shaqo ku lahayn qorshaha ciidan ee ka socda baar dheer wasiir dhumaal oo wax laga weydiiyay sababta ay u diidan yihiin ciidanka baar dheer ayaa sheegay in loo baahan yahay in la nidaamiyo dagaalka shabaab balse aan loo baahnayn howl
hawlgal qofba sida ay ula muuqato u wajaho wasiirka ayaa sheegay in aanay diidanayn in shabaab lala diro oo ay soo dhaweynayaan cid la dagaalamaysa balse ay diidan yihiin in dagaalka la shabaab looga faa'iideysto dana kale oo siyaasadeed isagoo dareensan in Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale Senator Fartaag ay dagaalka shabaab ugu gambanayaan ajendooyin ajendayaal siyaasadeed oo guracan oo ay doonayaan inay ka hirgeliyaan deegaanada Jubbaland sida ciidanka ay ku tababarayaan Baar Dheere oo ay doonayaan inay kula dagaalamaan maamulka Jubbaland ee Axmed Madobe hoggaamiyo wasiirka amniga Jubbaland General Yusuf Dhumaal ayaa dhanka kale sheegay in dagaalka shabaab ay kula jirto Jubbaland ay kaga jawaabayaan baaqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse ay diidan yihiin in siyaasiyiin fawdo damacsan ay ku soo dhex gambadaan duulaanka ka dhanka ah shabaab oo ay bilaabaan dana guracan oo ay ka hirgelinayaan deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo وهجاك خورشها سيها دي أوفش المؤية دي أوصي سعد بورك أنا كلا ينكو سوق بين دونا أريمها الله سعانوت أيان داو ذي مركن إسلي إيجينا داو ذي السيدي قيب تهربا أن ذي كو سو شيء مدافع عنها سومالي لان موسى بيحي عبد يا أوصف ريا مجال ده دي سبب عاصمة دلك إثيوبيا الكاس أو كل كل ما يرئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد كديمرك يا حكومة ده دي سبب oo wufud u kala dirtay labada dhinac ee ku dagaalamaya Laascaanood ay si hor dhac ah ugu guuleysatay in xabad joojin iskeeda ah laga hirgeliyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taas oo lagu guuleeyay bilowga wada hadallo la filayo in ay xukuumadda Soomaaliland ay hor kacayo madaxweyne Biixi iyo garaadada dhaqanka ee gobolka Sool ku dhaxmaraan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya الحين بيح يا على شيخين ومرتقاد رسمي هكهل رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد ويسق وذا ده حادين تدقال كلاس عانود يا سيدي لو كلا قادي لها لبذا إن أولي إسكهر فرد يا مجال هذا لاس عانود يا حرنت قبل كسول يا كلا عيدا كسومالي لان يا عيدا كجبهة إس إس سي قرب ككهل يا كوبا مامل قبلات كبنتلان وهكلو مجال هذا أديس أبابا oo ambabaxay isna madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale garaadada dhaqanka ee gobolka Sool Itoobiya ayaa doonaysa in si dhab ah loo hakiyo dagaalka Laascaanood oo si weyn saameyn ugu yeeshay gudaha Itoobiya maadaama dadkii ka barakacay Laascaanood ay u qaxeen dhankaasi iyo deegaanka Soomaalida kadibna ay halkaasi kala kulmeen caqabado kala gedisan iyaga oo sidoo kale culays hor la ku noqday deegaanada dalka Itoobiya xukuumadda Addis Ababa ayaa dareensan dhibaatada ka soo fool leh dhanka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo saameynta uu ku yeelan karo dalkeeda si socoshada dagaalkaasi waxaa sidoo kale dhawaan ay xukuumadda Soomaaliland ay u hoggaaminayo Biixi si aan gambasho lahayn ugu eedeysay kulug lahaanshaha dagaalka ka socda magaalada Laascaanood dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan ciidanka deegaanka ee loo yaqaan Liyu booliska kuwaas oo ah ciidamo si gaar ah u tababaran oo loo carbiyey la dagaalanka argagixisada balse ay xukuumadda Hargeysa sheegtay inay qayb ka yihiin dagaalka isbahaysiga qabiil ee lagu soo qaaday Soomaaliland ee ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kumaan ay keen oo kaliya Soomaaliland kulug lahaanshaha dagaalka Laascaanood ciidanka Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kale oo ay sheegtay inay dagaalka ku jiraan ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo kuwa kale oo ka yimid deegaanka kala gedisan iyaga oo si qabiil ahaan ugu soo gurmaday magaalada Laascaanood Soomaaliland waxay sheegtay in duulaan aan loo meeldeeyin lagu soo qaaday taasi oo yoolkiisu yahay in lagu ciribtiro nabadgelyada kala dambeynta iyo xasiloonida Soomaaliland ka hana qaaday muddadii 30 sano ka badnayd ee Soomaaliya goonida kaga taagnayd dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay isku dayayso inay labada dhinac wada hadallo foolka fool ah ku yeeshaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaana sidoo kale la filayaa inay Addis Ababa gaaraan garaajada dhaqanka ee gobolka Sool ee uu hoggaaminayo garaajaamac garaad Cali garaajada oo horey uga biyo diiday in ay ciidanka ka soo saaraan Laascaanood ayaa waxaa hadda la rajaynayaa in ay wada hadallo la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana labada dhinac ay wada hadalladooda diirada ku saari doonaan xasiloonida gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood intaas aan daawada ku soo afmiro akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee xaaladda wadanka ee xusuusnaa qaybaha kale ee wararkeena warbixin aad iyo aad u xasaasi ah oo Laascaanood ayaan ku soo wada intaas ka horaysan nabadii.